بإذن الله معي الأخ سامي المزين يطلعنا على بعض تفاصيل هذه العناية بثوب الكعبة المشربة. السلام عليكم أخ سامي. الله يعطيك العافية. أعطينا اليوم تفاصيل العناية بثوب الكعبة المشربة. إيش الأدوات المستخدمة معك الآن في عملية الصيانة؟ الأدوات المستخدمة في عناية صيانة ثوب الكعبة المشربة اللي هو المقص والإبرة والخيط. جميل. الآن كم طبقة ثوب الكعبة المشربة؟ طبقتين، الطبقة السوداء اللي عليها النقش الآيات، وطبقة البطانة الداخلية باللون الأبيض. جميل. الآن هذا تلف الآن معرض في ثوب الكسوة؟ معرض ثوب تميش نمش. جميل. الخيوط من تحت. نبدأ الصيانة على بركة الله. نبدأ الصيانة إن شاء الله. نقص الزايد. جميل. من النمش. جميل. ممكن أشرب معاك؟ تفضل. بسم الله. الآن الخطوة الأولى من هنا ولا من جوا؟ من هنا تحط الإبرة من جوا. إيه؟ رجل صعبة. عاد خلاص تعب بالشكل هذا الآن؟ إيه. حط من هنا الإبرة من هنا. مرة أخرى؟ إيه. مو من فوق، من تحت. من تحت. أغرز لك. والله صعبة. الله يقويكم، الله يقويكم. الله جهد صراحة تشكرون عليه. الله يجزاك خير. بالنسبة كم الفترة اللي تتم فيها صيانة ثوب الكعبة؟ الصيانة مستمرة خلال 24 ساعة مدار الأسبوع. على مدار الأسبوع. على مدار الأسبوع. نعم. أنا والزملاء. الآن كذا خلصنا. الآن كذا خلصنا، بس باقي شوية. يعطيك العافية يا أخوي سامي. الله يعافيك.